السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام متابعي قناة فن تربية الطيور. مرحبا بكم أخوة الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة ودرس جديد بإذن الله تعالى. الدرس السابق أخوة الكرام تكلمت عن 7 أنواع من طيور الكناري التي يجب أن تقتنيها، واليوم أخوة الكرام سوف أتكلم عن نوع جديد أو أنواع من طيور الشكل أو نوع كناري الشكل. هذه الأنواع أخوة الكرام سوف أتكلم عنها بالتفصيل، ولكن قبل ما نبلش بالدرس أتمنى منك أخي الكريم الاشتراك في القناة، دعمنا بزر لايك ومشاركة هذا الفيديو. طبعا في البداية راح نعدد الأنواع مع ذكر مع الصور، وبعد منها راح أحكي لكم عن ليش أنا ما بربي من الأنواع أو ليش أنت لازم تربي من الأنواع. طبعا أخوة الكرام كناري الشكل بشكل عام يمتاز بالحجم الكبير والريش الكثيف، وجمال منظره هو اللي بيلفت المشتري انه ياخده، او انت كمربي بيلفت نظرك جمال شكله. سوف اتكلم الان اخوة الكرام بالانواع الاولى اللي انا ربيتها. اول نوع ربيناه هو اليوركشاير واللونج. هدول النوعين اخوة الكرام تقريبا متقاربات من بعضهم، يمتاز بجمال اللون والشكل. والنوع الاخر اخوة الكرام هو الجريست، والنوع الآخر هو الفريزي، والنوع الآخر من كناري الشكل هو الكولد ستار، وأيضا الجيب بوزو. هذه الأنواع أخوة الكرام منتشرة كتير في الوطن العربي، وأغلبنا أو أكثريتنا ربينا من هذه الأنواع. ولكن المشاكل اللي بتصادفنا في تربية أخوة الكرام أنه هذه الطيور لازم يكون في عندك قناعة أنه هذه الطيور أخوة الكرام طيور الشكل. مرحلة غيار الريش تبعها تمتد من 2 إلى 4. هلا في واحد بيعد يطلع لي ابو النصر شو عطيك 4 شهور يا زلمه؟ ايه من 2 إلى 4. اذا كنت مربي مبتدئ بدك تحط قناعه في راسك هالامور هاي، من 2 لـ 4 شهور ليخلص غيار الريش، و2 راحه. موسم التزاوج تبع اخوة الكرام له وقت معين ووقت محدد لازم تلتزم فيه، يعني الالتزام بدرجه الحراره لازم تكون 30، من 30 وتحت ال 20، بين ال 20 وال 30، الرطوبه بين 45 و55، هاي الرطوبة لازم تكون بالغرفة، والإضاءة لازم تكون 13 من 10 ل 13 ساعة. هاي الشروط الأساسية بالنسبة للإضاءة والحرارة والرطوبة. بالنسبة أيضا لموضوع الإنتاج تبعه صعب كتير، لا حد يقول لي سهل، صعب كتير، ونوع والإنتاج منه أخوة الكرام غير أنه صعب، بده صبر. الأمر الآخر أخوة الكرام يحتاج إلى تغذية منتظمة، جميع ما ذكرته من قبل أخوة الكرام يحتاج إلى تغذية منتظمة لحتى تحسن تنتج منه، من خلال الخلطات، من خلال تقديم المكملات الغذائية. طبعا في ملاحظة صغيرة، إذا بدك تقتني من هاي الأنواع وتريح راسك بتجيبها طيور مخاليف يعني إسا ما أنتجت من قبل، والأفضل تجيبها فراخ، والأفضل تجيبها فراخ، حيث أنها إذا جبتها أنت فراخ أخي الكريم رح تأقلمها على كيفك، ورح تهيئها لموسم التزاوج، موسم الإنتاج، وموسم الراحة، وموسم غيار الريش على كيفك أنت مثل البلد. أما إذا بتجيبها أنت كانت منتجة، وهي المشاكل كتير اللي عم بتصادفنا من شراء هذه الطيور، أنه أي مربي وخصيصا التجار، خاص بالذكر التجار، هاي الأنواع غالية، فهو شو بيسوي؟ بياخذ بطن 2 3 4 5 6 7، اخذها صار يحطن تحت ازواج بلديه، طلعت هاي البيض، هو فضل انتاج من الانتاج او استمر في الانتاج منها على مدار السنه دون ما يعطيها وقت راحه، دون ما يعطيها وقت غيار ريش، وبعد منها نزلها على السوق باعك اياها. بتجي انت كمربي تاخذ هذا الزوج وبتاخذه عندك على اساس انه ينتج، تتفاجأ اما الذكر غير منتج او الانثى غير منتجه، او بتتفاجأ انه صار له عندك سنه وما انتجوا، او بتتفاجأ انه نزلوا مرحله غيار الريش وما بقى يطلعوا، او بتتفاجأ انه مرضوا وماتوا. هذا الامر اخي الكريم انه بعض التجار او اغلبيه التجار بتعمل على تقديم المهيجات الجنسيه الاي دي 3 للذكور وللاناث، وبتاخذ منها انتاج على مدار السنه، وبس فضل الانتاج منهم بنزل على السوق ببيعك اياهم، لحتى انت ما تقع بهذا الفخ، ولحتى انت ما تقع بهاي المشكله لازم تشتريهم فراخ، مو منتجين من قبل، تشتري فراخ. ولاحظ معلومة، أغلب باعي الطيور وأغلب تجار فرخ ما بينزل وبيبيعك، فرخ ما بينزل وبيبيعك، بيبيعك جواز. ليش؟ شو السبب؟ السبب إنه هاي الأزواج فضاها أو عبي فضاها ونزل على السوق، الفرخ رح يحتفظ فيه للسنة الجاي،
ويحاول ياخذ منه انتاج قبل ما ينزله على السوق ويبيعه. طيب انت مشان تتجنب هاي المشكله حكينا بتشتريهم فراخ او بتشتريهم من مصدر موثوق يكون احد الاشخاص بتعرفه صاحبك بيدلك على الخير وبتشتريها من عنده. من معوقات الانتاج تبع اخوتي الكرام ان هذه الطيور وليس بشكل عام مشاكل كثيره، منها عدم حضن البيض بعد ما تبيض. يعني انت انا كمربي صارت معي والله العظيم كنت راح افقع، استظرت عليهم سنه ودعمتهم بالغذاء ودعمتهم بالماء ودعمتهم بكل شيء، ولما شفت انتج وصار تحتهم بيض بطل تقعد على البيض، وهون كانت الكارثه. كنت مربي مبتدئ ما بعرف شيء، صون صارت كارثه، كرهتهم، رحت بعتهم والله العظيم بعتهم بهذيك الايام جوز يوركشاير اللون الابيض، بعتهم اللي عم يسمعني هون موجود في تركيا بيعرف قديش حقه الجوز، بعتهم 200 ليره جوز من لاني كرهتهم خلص. انه بعد ما تستنى تتعب عليهم العمر كله او تتعب عليهم سنه وسنه ونص وتشوف الانتاج انت بعينك باضت الانتاج وما الانثى وبطل تقعد على البيض، انت بالمرحله هاي راح يصير في عندك مشكله انه ليش انت ما عادت على البيض، وراح تكره هذا الزوج والبيض. والمشكله الاعظم والاكبر كانت معي بالفريزه لما انتج وصار عمر الفرخ 12 يوم وبطلت طعمه. بطلت الطعمه. هلا في عالم كثير راح تقول لي ابو النصر يا اخي والله ما صارت معي، انا مربي الفريزه وانا مربي اللونكشاير واليوركشاير وما عم بتصير معي المواضيع هاي. اخي لا تاخذ كل شيء قاعد، لا تاخذ كل شيء قاعد. انا عم بحكيك بنسبه 65% من طيور الشكل جابونيز عفوا جيبوزو واللونج واليورك والجريست والكولدر ستار وبعض انواع الطيور ما تقعد على البيض. فذاك الامر انت يجب عليك لما بتنتج من هاي الازواج انه يكون في عندك زوج بلدي اخر جنب هذا الزوج يدك. يعني بحال ما شفت قعدت على البيض بتشيل البيض من تحتها وتحطه تحت البلد، وبتشيل بيض البلد تحطه تحتها. لا تستغل الوقت، لا تاخذ انتاج 24 24، بتشيل بيض البلد تحطه تحتها وبتجربها، بتشوفها اذا غرت الفرخ اذا طعمت الفرخ اذا قعدت على البيض ضلت مستمر بالجلوس على البيض. لازم تختبر الزوج كمان، يعني مو بشرط انك تاخذ كلامي قاعد، لا تاخذ كلامي قاعد انه جميع الطيور ما تقعد على البيض. لا، في طيور تقعد على البيض وفي طيور منتجه وبتنتج بشكل جيد. طبعا لا تاخذ قاعده انه جميع ما ذكرته من طيور الشكل انه ما بتاخذ تقعد على البيض او ما بتطعم الفرخ، لا، في بعض الاناث بتطعم بنسبه راح اقول لكم اياها بنسبه معتدله، نسبه 65%، في نسبه 65% ما بتطعم ونسبه 45% بتطعم وبتغر الفرخ وبتحضن الفرخ بدون اي مشاكل. وانت مشان تاخذ الامر بعين الحذر والاحتياط لازم تحط انت مباشره بجنب منها زوج من الكنار العادي يقوم بعمليه غر الفرخ واطعامه. طبعا في موضوع مهم لازم تاخذه انه هاي الطيور اللي حكيت عنها جميعها مناعه صفر، جميعها مناعه صفر، يعني اي نسمه هواء بتاثر عليها، اي نقص بماده بتاثر عليها، اي شيء بتحطه بدون دراسي او بدون وعي بتاثر عليها وبتسبب لها مرض وموت. فذاك الامر لازم تكون دقيق معها بكل شيء. المناقيع الطبيعيه اللي ذكرتها فيك تقدمها بدون اي مشاكل بطريقه انك تنظم لها جدول تشتغل عليه. الخضار لا تنساها منهم، الفواكه لا تنساها منهم. ما بنصحك، كل واحد بيقول لك لازم نجيب فيتامينات ولازم نجيب مغذيات ولازم نجيب ما بعرف شو من ماركتات او من محلات او من الصيدليات البيطريه، لا تسمع من كلامه خالص خالص، واشتغل بريح راسك وجيب شيء تقتنع فيه انك قدمت له اياه للطير مشان يستفيد. هاي المواد المذكوره في القناه والمناقيع المذكوره في القناه كفيله بان تخلي هذا الطير ينتج. ولهذا القدر بكتفي معكم بهذا الفيديو، كل الشكر والاحترام لكم وبارك الله فيكم. ولا تنسونا مثل ما ذكرنا في بداية الفيديو لايك والاشتراك والشير لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو النصر.